تساءلنا ما الذي سبب هذه الأمور؟ قالوا مشاهدتهم للأفلام والمسلسلات التي تأتي عبر الدش الذي ينقلها الدش عن محطات اليهود والنصارى والإفرنج. اللهم كما أرسلت على أصحاب الفيل حجارة من سجيل، اللهم أرسل على أقمارهم حجارة من سجيل، اللهم أرسل على أقمارهم حجارة من سجيل، اللهم أرسل على أقمارهم حجارة من سجيل. اللهم إن تلك الأقمار يراد بها دمار العقيدة ودمار الأخلاق ودمار الأد ودمار الحياة ودمار العفة، وأنت يا الله لا تحب المفسدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تتبعتم أحوال المجتمع ورأيت أحوال يشمئز منها القلوب، إذا رأيت المغازلة وإذا رأيت السرقات وإذا رأيت وإذا رأيت وإذا كلها أتت عن هذه الأفلام والمسلسلات التي دمرت الأخلاق والحياة والعفة، فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم شرها، إنه على كل شيء قدير. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لنحذر ونحذر من هذه الآلة التي انتشرت بين المسلمين، نحذر منها يا عباد الله. نقول لهذا الرجل الذي غش أهله، الذي غش أولا نفسه وأهله وأولاده، نقول له اتق الله عز وجل وتذكر ساعة الرحيل، يوم أن تنقطع منك الأنفاس، يوم أن ييبس منك اللسان، وتريد أن تزيل هذه الآلة وما تستطيع، ما تستطيع. قد أوهن الموت قوات، قد نزلت بك المنية وأنشبت فيك أظفارها، يبس منك اللسان، تريد أن تزيل هذه الآلة، تنظر بعين بعين قد اغرورقت بالدموع والورى والجلوس ينظرون حولك يريدون أن يفقهوا ما تقول، ولكن هيهات هيهات، أنشبت المنية أظفارها فيك. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا لمن ابتلي بهذه الآلة تذكر يوم أن تعرض عليك أعمال الأحياء وأنت ميت، يوم أن تعرض عليك أحوالهم وهم يشاهدون هذه الآلة التي ورثتها لهم، التي أبقيتها لهم وارتحلت من الدنيا وهي باقية، ثم تذكر يا من أتيت بهذه الآلة، تذكر الزوجة، تذكر الابن، تذكر البنت، يوم أن يقفوا بين يدي الله يخاصمونك بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. يا رب يا رب، خذ مظلمتنا، خذ مظلمتنا. وهم والله في ذلك الوقت في حاجة يحتاجون إلى أدنى مثقال ذرة من حسنة، فما ظنك إذا وقفوا لك خصوما بين يدي الله؟ ثم تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، تذكر متى يكون السؤال ومن الذي سوف يلقي عليك السؤال؟ إن السؤال يكون يوم العرض على جبار الأرض والسماوات، وأما الذي سوف يلقي عليك السؤال هو الله، هو الله جل جلاله. ثم تذكر الشهود في ذلك الموقف العظيم، من الذي سوف يشهد عليك؟ إنها الجوارح والأعضاء والجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من ابتلي بهذه الآلة، آلة الدش، اللهم وفقه لإزالتها، اللهم أعنه على إزالتها، اللهم أعنه على تحطيمها، يقتدي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما حطم الأصنام التي علقت على الكعبة. يا كريم.